بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اتركيه يا عديمة الرحمة. ابتعيه أيتها الوحوش، ابتعدي عني، ابتعدي. اتركيه يا عديمة اللحمة، اتركيه يا الوحوش. احترس يا صغيري احترس، كن حذرا يا بني.
تنبه تنبه يا بني تنبه. أبي إليك عنه، لا تؤذي، لا تؤذي. سيدي يعقوب استيقظ، استيقظ سيدي يعقوب. ما الذي جرى يا نبي الله؟ حلمت بما هو مزعج؟ سمعت صوتك وأنا في الحجرة المجاورة. بلى، كان حلما أشبه بكابوس. رأيت قطيعا من الذئاب المفترسة تطارد طفلا، ثم اقتربت الذئاب من الطفل وأسقطته في حفرة داخل الأرض، ثم همت به تريد أن تفترسه. ومن كان الطفل؟ هل عرفته؟ كان بعيدا فلم أرى وجهه، لكنه بدا لي كيوسف سنا وطولا. لا شك أن نبي الله يعلم تفسير هذه الرؤية، وإلا لما بان عليه القلق. ثمة بلاء ومصيبة يترصدان آل يعقوب. معاذ الله أن يطلب السوء لأحد من عباده، لكنهم بعض عباده الذين يصغرون للشيطان فيحفرون الحفر للإيقاع بإخوانهم. حبذا لو تخلد إلى النوم مجددا لتستعيد هدوء البال. اللهم ربي إني ألتجئ إليك. عجبا جاد، عشير، ألم تسمع الصراخ في البيت البارحة ليلا؟ لا، كنا مستغرقين في النوم، لم نسمع شيئا أبدا. لعلي استيقظت لبرهة لكنني لم أسمع شيئا. استيقظت البارحة ليلا على صراخ أبيكم، كان يرى حلما، ولما أيقظته قال إنه رأى 10 ذئاب هاجمت طفلا في عمر يوسف وطوله، ثم عمدت الذئاب إلى الطفل وجعلته في حفرة. استيقظ أبوكم منتصف الليل وراح يلاطف يوسف ويقبله. وهل تعرف على ذاك الطفل؟ قال إنه لم يرى وجهه، لكنه ولا ريب كان يوسف، وإلا لما قام أبوكم من مضجعه ليمسح على رأسه ويلاطفه ويدلله. إذا كان ذلك الولد يوسف فلا شك أن أولئك الذئاب هم نحن. وهل هو شيء مضحك أن يراكم أبوكم على هيئة ذئاب؟ أخبرني يعقوب أنه رأى في منامه 10 ذئاب تهاجم طفلا يشبه ابنه يوسف، ثم رمت الذئاب بهذا الطفل في جوف الأرض. لا يسوءني سماع هذا. ما الذي أصابك بلها؟ رأى يعقوب أولادنا على هيئة ذئاب وتقولين أن ذلك لا يسوءك؟ ما أجمل تلك الذئاب التي تفترس يوسف. يتوجب على أولادنا أن يتحركوا، عليهم المبادرة. أبي
أجري. أنا أعلم بالذي يجري. إنه يذكر يوسف ليلا ونهارا ويراه في منامه أيضا، يأخذه معه حيثما ذهب، وإذا نام ليلا أرجعه إلى جواره. لا تثر جلبة لا طائل منها، فنحن ما زلنا نجهل ما الذي رآه أبونا بالتحديد. ثم إن يوسف ليس مثلنا، فلا أم ترعاه ولا حجرة تؤويه، لذا يصطحبه أبونا نهارا ويجيعه ليلا. بل نعلم على وجه اليقين ما الذي رآه أبونا، لقد رآنا فيما يرى النائم على هيئة ذئاب، ذئاب تفترس يوسف الصغير. السلام عليك يا أبي. يتوجب عليكم أن تكفوا عن القيل والقال، وألا تصغوا للترهات التي يقولها البعض. لقد قالت أمي إنك رأيتنا في منامك على هيئة ذئاب تهاجم يوسف لتفترسه. و ليس هكذا، لقد رأيت في منامي بضعة ذئاب تهاجم طفلا. لكانت الذئاب تشبهكم، ولا كان الولد يشبه أخاكم يوسف. لم أتمكن أساسا من رؤية وجه الولد في منامي. عشرة ذئاب ونحن أيضا عشرة بنين. أنا لم أحصي الذئاب عددا في منامي، فكيف لكم أن تقولوا إنهم كانوا عشرة ذئاب؟ أنا أحبكم جميعا فردا فردا، ولطالما كنت شاكرا لجهودكم ومقدرا إياها، لكنني أعجز عن أن أجلس يهوذا وهو الفتى الأغر في حجري لأدلله مثل طفل صغير. هل أستطيع؟ عندما كنتم أطفالا كنت أحسن إليكم كما يليق بالأطفال، كنت أجلسكم في حجري وأضجعكم إلى جواري، في حينه أمكنكم أن تنعموا بحناني الأب والأم. لكن يوسف وأخاه سيظلان قاصرين عن التنعم بمن عنتم به. إنه لا يسوءني أن أرى أبنائي الأبطال ينزلون أنفسهم منزلة الطفل الصغير. جاد، عشير، اسألا أمكما ولتخبركما كيف دللتكما البارحة ليلا. بلى، كنت مستيقظا البارحة ورأيت كيف أنك دثرتني وأخي جاد ثم مسحت بيدك على رأسينا. لقد سبق لي أن قلت لكم إن أقوالكم وأفكاركم تفوح منها رائحة الحسد، إنها من نفثات الشيطان، لا تسمح للنمامين والمغردين أن يضرموا نار الحسد والنميمة في قلوبكم يا أولادي. أبي، نحن نحب أن يلعب يوسف معنا، فلما لا تسمح لنا بذلك؟ لا أرى مانعا يحول دون ذلك، فيوسف هو أخوكم، لماذا لا يمكنكم أن تلعبوا معه؟ لا ريب عندي أنه سيفرح باللعب معكم أيضا. إذن فأنت تسمح لنا بأن نلعب مع يوسف الآن؟ لماذا تمطلون؟ أسرع بالذهاب. ألا تريدون أن تخرجوا قطيع الأغمام إلى الصحراء؟ أعذرنا يا أبي. Thank you.
للروعة، يا لهؤلاء الفتيان الطيبين والعطوفين. وفيتم يا شباب، ماذا تفعلين؟ نحن نغلي الحليب من أجل الغداء. هنيئا مريئا. هلا تستسيغون ضيفا من غير دعوة؟ من أنت يا هذا؟ وماذا تفعل هنا؟ أنا من أهالي بعض هذه القرى القريبة، وأنا من الرعاب الذين يخرجون لأغنامهم إلى الصحراء. ولكن ما الذي أصابكم؟ يبدو لي أنكم لستم مسرورين لدخولي عليكم. ولماذا نسر؟ أنت محق فيما تقول، فلا أحد يسر لدخول الغرباء عليه، لكنني أصدقكم القول إنني جئت إلى هذه الناحية لأجلكم. لقد استبد بي الشوق للقائكم. وهل تراك تعرفنا؟ بلى، فجميع سكان هذه الناحية يعرفون أولاد يعقوب النبي. إذا لما ذهلت عندما رأيتنا؟ لأنني أبصرتكم في منامي، هل تصدقون ذلك؟ أمس أبصرتكم في منامي واليوم رأيتكم أمامي، أليس هذا غريبا؟ يسرنا أن نسمع، حدثنا عما رأيته. لا أخفي عليكم، كانت رؤيا غريبة، لم أستطع فك رموزها. رأيت أنكم عشرة إخوة تحملون عرشا مزينا يعتليه طفل صغير، كأنما أنتم جميعا عبيده وهو سيدكم. ثم رأيت الطفل إياه يركب عربة وأنتم العشرة بمثابة أحصنة تجرونها، ورأيته أيضا يجلس على كرسي واسع وقد عمد إليكم أنتم العشرة وقيدكم بالسلاسل والحديد. وجعلكم رعاة ومزارعين عنده. يبدو لي أن تأويلي لهذه الرؤيا أزعجكم. الأفضل أن أذهب. ما أقبح وجهه وما أنتن رائحته. أجل، أين اختفى؟ لا يستطيع الابتعاد عنا بهذه السرعة. أين اختفى؟ لا أعلم، لعله غاص في جوف الأرض. لا أعلم من هو، لكن كلامه أيقظ شيئا بداخلي. إن رؤياه أشبه ما تكون برؤيا أخينا يوسف. السلام عليك يا أبي. وعليكم السلام يا عزيز. السلام عليك يا أبي. السلام على أحبائي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا نبي الله. وعليك السلام يا ولدي. ما الذي جرى؟ هل تعاركت مع أحد؟ أجل، مع أولادكم. لماذا؟ لقد أدخلوا الأغنام إلى مزرعتنا فعاثت فيها فسادا، ولما أنكرت عليهم ذلك هاجموني وأوسعوني ضربا. يهوذا، شمون، لاوي، تعالوا. لماذا سمحتم للدواب بالدخول إلى مزرعته لتفسد زرعه؟ لا يسعنا أن نمنع الأغنام عن الرعي يا أبي، لم يحدث شيء يستدعي هذه الجلبة. لما أوسعتموه ضربا؟ يحق لك أن تقتص منهم. يا نبي الله، لقد عفوت عنهم، ولكن قل لهم ألا يسوقوا قطيعهم ليرعى في مزرعتنا بعد اليوم. قالوا لي نحن أهل كنعان، نفعل ما يحلو لنا ونسوق الأغنام لترعى حيث تشاء. من الذي أباح لكم أن تدخلوا قطيع أغنامكم إلى مزارع خلق الله؟ من الذي قال لكم إننا مالكو كنعان وأصحابها؟ بني،
إني أعتذر إليك، أعدك بأن دوابنا لن تعبث في زرعك بعد اليوم، وسأعود عليك كل الخسارة التي لحقت بمزرعتي. لقد أخطأنا يا أبي، هلا سامحتنا أيها الشاب؟ يوسف، يوسف بني، استيقظ استيقظ. السلام عليك أبي. وعليك السلام يا عزيزي، لعلك كنت تحلم. أجل، رؤية غريبة، أغرب من التي نهيتني عن روايتها لأحد، حتى لأبيك يا بني. كنا جالسين على مقربة من الأغنام، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. كنت أنظر إلى النجوم وإلى الشمس والقمر حينما أيقظتني. مهلا، لقد صدق حدسك يا بني، عليك ألا تروي ما رأيته لأحد، ولا سيما لإخوتك، فهم جهلة.
وغرور الشباب يضرم نار الحسد في قلوبهم. لا تروي ذلك حتى لأخواتك وأزواج أبيك، وإلا أباعوا الخبر بين الناس. إن الشمس التي ستحني رأسها بين يديك في قابل الأيام ها هي راكعة أمامك، وكذلك سيسجد لك القمر وأحد عشر كوكبا في يوم من الأيام. سيأتي يوم تكون فيه سيدا ووجيها بين الناس ووليا من أولياء الله. حينها فقط سوف يسجد أمامك أبواك وجميع أبناء أبيك، وحتى ذلك اليوم لا تقصص رؤياك على أحد، وخصوصا على إخوتك، مخافة أن يتولاهم الحسد فيكيدوا لك. مكيدة؟ مكيدة من جانب إخوتي؟ أبناء نبي الله يعقوب؟ لا تغفلن عن مكر الشيطان يا ولدي، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يرصد له ليوقعه ولو كان ابن نبي. لقد اصطفاك الله تعالى لنفسه وحباك علم تعبير الرؤى وتفسير الأحلام، وسيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إسحاق وإبراهيم من قبل. أتم عليهما نعمته بأن جعل الإمامة والنبوة في ذراريهم. السلام عليك أبي. وعليك السلام يا ابنتي، عفاك الله، اجلسا. سأجلب لك شيئا من الحنطة. إلى أين اصطحبكما والدنا؟ ذهبنا معا لزيارة ضريحي أمي راحيل. ماذا تريدين؟ البارحة نصب يعقوب خليفته، فقلت عسى أن تكوني متشوقة لمعرفة ذلك. حسنا، لا تشغلي بالك، فهو ليس من أولادي أو أولادك، إنه يوسف بن رحيل. أخبريني عن كل شيء، ما الذي جرى؟ أفقت ليلا فسمعت يعقوب يقول ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك، أنت رسول الله ووارث إسحاق وإبراهيم. لكن ما طرق سمعي أكثر قوله له: ستكون كبير إخوتك وسيدا عليهم، وجميعهم سيسجدون أمامك. قال ذلك وهو راكع أمام يوسف ويقبل وجهه. لطالما أحببت أن يكون خليفة يعقوب أحد أولادي، ولكن متى قضى الله ورسوله أمرا فسأرضخ لحكمهما. هل حقا تطيقين فكرة أن يكون يوسف سيدا على أبنائك؟ لا حيلة لي،
هذه إرادة يعقوب وسأذعن لها، وأنصحكما بأن تحذوا حذوي. لكنني لا أستطيع أن أرضى بأن... أعتقد أنه يتوجب علينا أن نذعن. السيدة لايا محقة في قولها، يجب أن ننصاع لإرادة نبي الله يعقوب. أتمنى أن يرضى إخوة يوسف بمن اختاره أبوهم. ما أصغر عقلك، لا يجوز البوح بكل شيء أمام لايا. أما الآن فيتوجب علينا أن نفعل شيئا. يأخذه معه حيثما ذهب، وإذا نام ليلا حضره يوسف في عالم الرؤيا. لا تثر جلبة لا طائل منها يا يهوذا، فنحن ما زلنا نجهل ما الذي رآه أبونا بالتحديد. ثم إن يوسف ليس مثلنا، فلا أم ترعاه ولا حجرة تؤويه. رأى يوسف حلما، وتفسير ذاك الحلم أنه سيسودكم أجمعين. الأمر ليس صعبا، نسأل يوسف. أتظنه سيصارحكم إن كان قد رأى حلما؟ بلى بلى، فيوسف لا يكذب أبدا، سيخبرنا إذا كان حلم بشيء. فلنذهب. يهوذا اهدأ. يوسف. نعم يا أخي. أخبرني، هل تعلم أننا نحب أخانا الطيب والحنون يوسف؟ أنا أيضا أحبكم جميعا. قل لي يهوذا، متى سأصبح كبيرا مثلكم؟ أنت كبير بالفعل، وتعرف جيدا مقامك ومنزلتك عند رب العالمين يا يوسف. وعن أي مقام ومنزلة تتحدثون؟ عن المنزلة التي أراك الله إياها في عالم الرؤيا. هل تراك نسيت الحلم الذي رأيته البارحة؟ يعجز اللسان عن وصف مدى فرحنا حينما علمنا بأمر الرؤيا التي تعبيرها علو المقام والرفعة لك يا يوسف. هل أخبركم والدنا أنني رأيت حلما؟ فأنا لم أطلع أحدا غيره على ذلك. لا لا لا، لم يحدثنا أبي بذلك، لكنني سمعت ذلك بنفسي. وأنا واقف في باحة الدار سمعت أبانا يطلب إليك ألا تقص رؤياك على أحد، وقال إنك ستكون ذا مقام رفيع في قابل الأيام. وهل ستخبرنا بتفصيل الرؤيا الآن؟ قلت إنك سمعت والدنا يطلب مني ألا أخبر أحدا بالرؤيا. لا ضير في ذلك يوسف، نحن إخوتك وجئنا لنشاطرك هذه الفرحة. أنا أعلم كم تحبونني، ولعلكم لن تستاءوا إذا ما قصصت عليكم تفصيل الرؤيا. مع ذلك لا يسعني أن أعصي أمر أبي. يهوذا، سأخبر أبي أنك حاولت أن تضرب يوسف. كفي عن ذلك دينا، يهوذا لا يريد سوءا بيوسف، غايته أنه غضب واستاء من أخيه الصغير. لماذا استاء يهوذا؟ هل قلت شيئا يغضبه؟ بل امتنعت عن قول ما يرغب بسماعه، أعني رؤياي. أن لهم أن يعرفوا أنني حلمت البارحة، فلا أحد غير أبينا يعرف. سأقول لأبينا أن يهوذا أراد أن يضربك. لا تفعلي. لماذا؟ إنهم إخوتي وأنا أحبهم،
ولا أريد لأبي أن يتأذى بسببهم. أخبريني دينا، لماذا يكرهني يهوذا؟ رغم أن أبانا يقول إنه على الإخوة أن يحب بعضهم بعضا وأن يحترم واحدهم الآخر. ألها زلفة ليا، أسرعنا، جلبت الحنطة. السلام عليك. السلام عليك. أفك الله. سلمت يداك. بلها أحضر الرحف، ليس عندنا طحين. هذا أول محصول حنطة العام، عنيت وأنا أفصل بين الألباب والقشور. تعال بني. أبي، جميع أخوتي يعرفون بشأن الرؤية. وكيف علموا بذلك؟ لا أعرف، سألوني عن تفصيل الرؤية فلما لم أجبهم أغلظوا علي في القول. بلها، بلها؟ نعم يا نبي الله. تأكد لي حتى الآن أنك كنت تضرمين نار العداوة داخل البيت، لكنني أثرت السكوت آملا أن تكفي عن ذلك وتصلحي سريرتك، لكن يبدو أنك عزيمة على المضي في هذا الطريق حتى توقعي بين أبنائي جميعا. لا أعلم ما الذي يقصده نبي الله بكلامه، أنا بريئة. البارحة بت على مقربة من جناحك وكان يوسف معي حيث روى رؤياه وفسرتها له. لم يطلع أحد على هذه الحادثة غيري وإياه، ولا أحد غيرك كان يستطيع سماع الرؤيا وتعبيرها. أؤكد لك أنني البارحة ليلا كنت مستغرقة في النوم. أنت تكذبين. البارحة ليلا فطنت إلى صوت من داخل حجرتك لكنني تجاهلته. بعدما دخلت الحجرة ورأيتك والأولاد مستغرقين في النوم علمت أنني لم أكن مخطئا. سبق لك أكثر من مرة أن غررت بزلفة وأجبرتها على النميمة. تحرضين دائما يهوذا وإخوته على يوسف وتزرعين الحقد في قلوب أولادك على أخيهم الأصغر، لكنني كنت ألزم الصمت. أحذرك هذه المرة أنك إذا ارتكبت مجددا خطأ واحدا فسأنتزع منك أولادي وأسرحك إلى موطنك في فدان ببابل. هل تعين ما أقول؟ لا 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 لا، أنا أعاهدك يا نبي الله أنني لن أجعلك تغضب مني بعد اليوم، وسأكون لك طائعة ومضعنة. اصفح عني، أنا جاريتك ولا أحد لي سواك. ادفني هنا إن شئت، ولكن لا تحدثني عن تسريحي إلى فدان. لا أرجوك. لا شك عندي أن الشمس هي أبونا والقمر أمنا والأحد عشر كوكبا هم نحن. لقد أفرط أبونا في تدليل هذا الولد اليتيم والتافه حتى صار يرى نفسه في الرؤيا إلها ونحن عبيده الساجدين له. ليس أخوته فحسب، بل يرى أبويه ساجدين بين يديه. اليوم لن يغادر أحد هذا المكان حتى نحسم الأمر فيما يخصنا ويوسف. أنا أحب جميع أولادي بلا استثناء، لكن تعلقي بيوسف منشأه مقامه عند الله تعالى. أتمنى من كل قلبي أن يعي أولادي هذه الحقيقة وأن لا يعادوا أخاهم أو يكونوا له الضغائن. ولكن هل حقا يعتقد يوسف أنه أفضل وأحسن من أبوينا وأنه سيكون سيدا علينا؟ لقد أصبح يوسف يتوهم ويمني نفسه بأشياء، وهذا كله بسبب إقبال أبينا عليه وإفراط أمنا في تدليله. أنا لا أعرف حتى الآن لماذا يفضل أبونا يوسف علينا كلنا.
هل ترانا لا نملك شيئا يملكه هو؟ نحن نتكفل بجميع أعمال البيت وشؤون العائلة، نزرع ونحصد الزرع ونحمل مسؤولية رعاية قطيع الأغنام والحفاظ عليه من براثن الذئاب. نؤمن الماء والطعام، نحرس الأغنام، ننظف الحظائر ونمسح فضلات الدواب، وهذا كل ما نتلقاه. نتحمل كل هذه الأعباء، وفي المقابل يمنح أبوانا كل حبهما وحنانهما ليوسف. هذا الولد أخذ ينسج في أحلامه ويمني نفسه بالسيادة والرئاسة علينا كلنا. منذ أن فتح يوسف عينيه على هذه الدنيا تمكن من أن يستقطب جميع الأنظار وأن يستحوذ كل الحنان. أرى أن أبانا في ضلال مبين، هو يتحمل وزر كل هذه الأخطاء، لكنني لن أسكت أبدا، ولن أقبل بأن أصير عبدا لابن راحيل. ونحن أيضا لن نرضى، ولكن ما عسانا نفعل؟ لعلكم أجمل من أن تجروا على الجهر بها، لكنني أقول إنها يوسف لابد أن يموت. كلماتك بمنتهى الخطورة، فلا تستسهل التلفظ بها. تريد مني أن أصمت؟ اسمعني جيدا، أريد أن أعاقب أبانا يعقوب على تفضيله يوسف، وأريد أن أدفن معه حلمه بالسيادة في باطن الأرض. أنا وإن كنت لأملك جرأة يهوذا لكنه محق، نحن لن نطيق رئاسة يوسف علينا. لقد نفد صبري، إلى متى يتوجب علينا أن نصبر وأن نجامل يوسف أمام أبينا وأمام أمهاتنا أيضا؟ منذ أن أتى يوسف إلى الدنيا وهو يستقطب جميع الأنظار ويستحوذ على العطف والحنان. أحذركم يا إخوتي من أن قتل الأخ وعصيان الأب ذنب عظيم، ويستتبع ولا ريب أن نعذب في نار جهنم. حسبت حساب هذه أيضا، التوبة. سنسأل الله الصفح والمغفرة بعد أن تمضي بضعة أيام على قتل يوسف، والله تعالى غفور رحيم وسيغفر لنا. هذه حال جميع العصاة، نقترف الذنب ونرتكب الخطيئة ثم نتوب لاحقا إلى الله. نحن سوف نتوب وسنعمل على إصلاح أنفسنا بعدما نفرغ من قتل يوسف ونفوز بحب أبينا، صدقني يا لاوي. أجل. وماذا لو سلبنا الله تعالى القدرة على التوبة؟ فإن فرصة التوبة لا تتاح دائما للعاصين، وإذا لم نوفق في التوبة سنصبح ملعونين حتى قيام الساعة، وسيظل هذا العار يطاردنا عبر الأجيال بأن عمدت عصبة من أولاد الأنبياء إلى تلطيخ أيديهم بدم أخيهم. أؤيد كلامه، لكنه لا يحل الأمر إلا إذا اقترح علينا طريقة أفضل من طريقة يهوذا للتعامل مع يوسف. ما أسهل أن تلعب دور المخالف وأن تتقمص رداء المتقين. هيا أعطنا حلا لهذا الموضوع. أولسنا نبغي تنبيه الوالد والفوز بعطفه علينا؟ حسنا، هذا بديهي، فنحن نرمي إلى أن يحبنا أبونا لا غير. إذن يا إخوتي افعلوا شيئا لكي لا تقع عينا أبينا على يوسف، أبعدوه عن أبينا، وبعد فترة من الزمن سينسى أبونا يوسف الصغير ويقبل علينا نحن. هذا أمر غير ممكن، فأبونا لا يبعد يوسف عن ناظريه. إذن تعالوا لنفكر في المسألة، فلنتفق أولا على استبعاد خيار قتل أخينا يوسف، وبعد ذلك نبحث عن الطريقة المثلى لنفرق بين يوسف وأبيه.